في منظومه الكوره مهم لينا جدا كلاعب في الكوره. أيوة. لكن كوره وخبرات، وفعلا زي ما فوز بيقول يعني ما شفناش ريال بيخسر نهائي، طبعا ريال اقرب بكتير قوي. دورتموند امبارح اقصى باريس سان جيرمان في مفاجاه من ضمن مفاجات البطوله، كسب ذهابا وايابا بهدف. باريس ضيع فرص كتير قوي، 4 كرات في القائمين والعارضه، مبابي، زاير امري، مندش من بر، يعني من كل الاتجاهات ضربات جت في العارضه، لكنه عرف يعدي. ايه سر قوه دورتموند اللي ممكن تشكل خطوره على صاحب الحظوظ الاوفر ريال مدريد؟ الحقيقه انا في صوره مع الشباب لو يعرضوها، يلا هنعرض من القصص الحلوه هاني في الكوره. المدير الفني الحالي لدورتموند كان في الحضور وسط الجموع لما حقق دورتموند اخر لقب مع الدوري في 2012، كان يورجن كلوب المدير الفني. كان واقف وسط الجماهير. بص الكوره وعظمتها بقى. نعمل بقى فاست فورورد كده 12 سنه، هو سنة. المدير الفني الحالي اللي بيقود الفريق لنهائي دوري الابطال في ويمبلي. فالحقيقه الكوره فيها القصص الجميله دي. جميلة. ليه عدى؟ عشان الحقيقه اكتر من عنصر. نبدا بعنصر ولازم يتبروا صدوره، ان لعيب زي هوملز لما مشي من بايرن ولما راح ولف كده، الناس اعتبرت ان عودته يا هاني لدورتموند انه كده زي عارف انت استراحه محارب او خلاص بيخلص الفرقه القريبه منه كده. لكن الحقيقه ان انت تاخد رجل المباراه باك تو باك في المباراه الذهاب والعوده، وبعدين تختبر انت في السن ده 35 سنه فوزي وهاني، ان انت تلعب في مشوار دورتموند امام المهاجمين دول وتسد معاهم، والحقيقه تمنعهم من تشكيل اي خطوره على مرمى دورتموند، الحقيقه ده لازم يتدروز. بعتقد في المباراه الاولى دورتموند عمل مزيج من الكوره الدفاعيه الكويسه مع المرتدات الكويسه، وعنده سرعات، دورتموند فرقه عندها سرعات، واخد رهانات كتير قوي اللي هي فكره انه هبيع فلان وفلان وهكسب منهم دلوقتي، بعدين طيب سانشو متاح ان اجيبه دلوقتي اعاره وهينفعني في الادوار الاقصائيه. وعمل في المباراه اللي امام باريس الاولانيه اعلى دريبلز حصلت، اعلى مراوغات ناجحه. مظبوط. في العوده نفس القصه، ان باريس راح على الجون، لكن في طبعا زي ما كنا بنقول قبل كده في التوفيق بيديك التوفيق، لكن لما تكون انت بالحقيقه عامل مباراه كبيره، فدورتموند كان عامل مباراه كبيره، باريس خانوا الحظ، لكن في نفس الوقت الجديد على عنصر باريس زي ما كنت بقول لك بتتفرج في قهوه امبارح، الناس كانت متعاطفه لاول مره يعني مع مشروع باريس، انه شافوا ان هم راحوا على الكوره وكانوا اقرب للتاهل. لكن اللعيبه دي واضاعه الفرص دي، سواء قله مستوى او سوء حظ او رعونه، لانه مش متعودين ان يكون في مدير فني على الخط الحقيقه، مع احترام الاسامي اللي فاتت كلها هاني، زي لويس انريكي. راجل بيقاتل على المكسب، راجل عنده من الشجاعه انه يلعب واحد زي كاربولا، انه يخلق لعيب زي امري، انه فيتينيا يبقى هو عنصر الاداء، يخلق اسامي ويخلق روح جديده في باريس وسط طبعا هقف عند النقطه دي. اتفضل. لان امبارح كنت بتفرج على برنامج في اوروبا يعني شيرينجيتو، فكان احد المحللين بيقول ان لويس انريكي عمل ما لم يفعله اي مدرب، فالناس استنت بقى هيقول ايه. قال لك سجن كيليان امبابي، ان هو المدرب الوحيد اللي خلي كيليان امبابي لاعب عادي، بسبب انه ما ادالوش المساحه اللي تخليه يلعب فيتالق فيبدع، فظهرت نسخه ليست هي الافضل من كيليان امبابي. بالظبط، من ان هو كمان ما خلوش هو ما فردلوش المساحه اللي تخليه يعرف يبقى هو اللي مع الانطلاقات ومع الدخول لجوه والحاجات دي. هل بتتفق مع وجهه النظر دي ان انريكي اللي قعده دكه واللي خرجه بدري في كذا ماتش في الدوري الفرنسي ما تعاملش مع مبابي التعامل الامثل؟ هو الظروف هي اللي اجبرت اعتقد لويس انريكي على كده، لان المدربين اللي فاتوا ما كانوش بيدربوا مبابي وهم عارفين ان هو ماشي في نهايه الموسم. حتى لويس انريكي لما اتكلم عن مبابي قال ان هو عاجلا او اجلا هنبقى بنلعب من غير مبابي، فالعادة نعتاد على ذلك. وبعدها قال لك ان احنا برضو لازم نستفيد منه اقصى استفاده. الظروف ايضا خلت ان باريس سان جيرمان بيلعب السنه دي بالمهاجم الصريح اللي موجود في الفريق، هو جونكالو راموس، اللي ما اثبتش نفسه بشكل كبير، فبالتالي هو مضطر ان هو يشارك كيليان امبابي كمهاجم صريح، لانه افضل من جونكالو راموس وافضل حتى من كولوماني المهاجم الثاني، فبالتالي هو مجبر ان هو يلعبه هنا. ولكن حتى في كل ده هو برضو لويس انريكي اخذ من امبابي افضل نسخه ملتزمه عن السنين اللي فاتت. أيوة. لان مبابي السنه اللي فاتت كان بيبقى اكبر من زملائه، اكبر من الفريق، وبيلعب يتعامل بالشخصيه دي، ولكن ما فعله لويس انريكي طوع مبابي في الفريق. عايز اكمل على كلام بس اسر وعلى سؤالك برضو الاثنين، ان هو باريس سان جيرمان لاول مره الناس تعاطفت معاه، تمام، وباريس سان جيرمان لم يكن محظوظا هذه المره، وقد نصنف خروجهم فعلا المره دي ان هو سوء حظ بسبب 6 كور في العارضه، ولكن على مدار الماتشين على مدار الماتشين طبعا، ولكن سيتحول
تصنيفهم من سوء حظ الى خطأ اداري بمجرد ما يعلنوا رحيل لويس انريكي المتوقع ان هم يمشوه. متوقع انا يمشي؟ اتوقع كده يعني، هو عشان ده تصرفات اداره باريس سان جيرمان في السنوات الاخيره تعودنا عليها، ان هم ما بيصبروش على المدرب زي ما صبروش على انشيلوتي. انا هل في تقارير بتتكلم على رحيله؟ لا لسه. انا لا اتوقع رحيله، اتمنى، لانه لو عايز تبني بجد ابني براجل مظبوط، لان هم كمان مدين له مساحه البناء اللي هو الواضح ده ان هو الموسم الاخير مع مبابي ورحيل بقى نيمار ومفيش ميسي، فهم واضح ان البناء جاي من خلال لويس انريكي.